للمزيد تنضم إلينا هاتفيا دكتور رحاب فراج، إحدى خريجات الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي لتأهيل وتطوير القيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة. أرحب بك دكتور. أهلا بك وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي قناة من الأخبار. أهلا بك دكتور. حدثيني إذن، القيادة التنفيذية للمرأة هكذا برامج، كيف تعطيكم الخبرات وتثقلكم من الناحية العملية؟ طبعا البرنامج ده برنامج متميز جدا بصفته أنه هو فيه شراكة ما بين وزارة التخطيط من خلال المعهد القومي للإدارة وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. تقسم البرنامج لأكثر من جزء أساسي في التعليم التنفيذي والتدريبي، شمل على عدة محاور أساسية في التعليم والتدريب، كان قايم على فكرة الاندماج ما بين المدرب والمتدربات. ده أهلنا كتير إن احنا نعرف نطبق إيه اللي احنا تتعلمناه. البرنامج كان بيشمل على ألعاب محاكاة مختلفة في أعمال القيادة والأعمال التنفيذية، ده غير جلسات إرشاد شخصي لتطوير الشخصية ومركز متكامل لتقييم سمات الشخصية المتكامل. كل ده كان في البرنامج. البرنامج يعني كان مدته حوالي 40 يوم، كل أسبوع يومين، فبنتدرب نرجع تاني شغلنا، نجرب نعمل نتواصل مع زمايلنا، نرجع تاني لتكملة التدريب. تتحدثين دكتور عن 40 يوما من عمليات التدريب، إذا كيف تنظري لاهتمام الدولة بالمرأة المصرية بصفة عامة، ونتحدث هنا عن القيادة التنفيذية للمرأة، تمكين المرأة؟ لا شك فيه أن ده العصر الذهبي للمرأة، إحنا بنعيشه بداية من انطلاقة 2017 عام المرأة واستراتيجية تمكين المرأة مبنية على محاورها الرئيسية: تمكين اقتصادي واجتماعي، حماية ودعم للمرأة. ولا شك برضو ان احنا عندنا دلوقتي، يعني ده مش كلام، ده اكبر عدد وزيرات موجودة في الدولة، اول رئيسة لجامعة بتتولى رئاسة الجامعة في هذا العصر. لا، القيادة طبعا السياسية مهتمة اهتمام خاص بالمرأة وتنميتها، ومسؤولة عن دعم ده بكل الطرق بصراحة، وأكبر دليل البرنامج ده. شكرا جزيلا دكتور رحاب فراج.